أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية ولا أن يكون هناك عمران حقيقي إلا بالعلم. ولذلك البحث العلمي الآن والتقدم العلمي والأخذ بيد الجامعات ومراكز الأبحاث نحو الأمام، لن هذا كله لن يكون إلا بوفرات مالية. ولذلك كان الدستور كان حريصا على أن ينبه المصريين إلى أن يحيوا سنة الوقف مرة ثانية في صورة نقدية أو في غير ذلك لإحياء للبحث العلمي. والله لا يحب الفساد، هذا التعبير القرآني دال وجامع ومهم جدا. بيخلينا نسأل سيادتك سؤال، إلقاء الكمامة والقاذورات في الشوارع، هذا سؤال من أسئلة المشاركين والمشاهدين، ده يعد من الفساد؟ نعم، لأنه يخل بالتوازن الحاصل ويضرني أنا أيضا. شوف سيادتك، إلقاء القاذورات وله أبعاد صحية بلا شك، الحرق وفي المخلفات، حرق المخلفات زي مخلفات الأرز وما إلى ذلك، حرق الأرز مثلا. شوف المرضى بالصدر كم يعانون من آثار حرق قش الأرز. يعني هنا في فتوى خاصة بحرق قش الأرز؟ نعم، وهي محرمة؟ صدر في دار الإفتاء بمنع وحرمة، لأنها ستؤدي إلى فساد وتؤدي إلى أمراض، ليس فقط الذين يعني لا، هناك أطفال يتضررون وهناك كبار سن يتضررون. وما حكم الشرع في من يلوث المجاري المائية زي الترع أو على بعد ما تبطنت الترع يلقي فيها بالقاذورات وما إلى ذلك؟ هذا أمر محزن للغاية. إذا كنا احنا نقول بأنه لا يجوز لك أن تلقيه بهذه القاذورات لا في شوارع ولا في غيرها، وإنما في مسارها الطبيعي الذي وضع فيه وفقا للتنظيم الموجود، إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك. إذا كانت الدولة الآن يعني جعلت هناك تصرف حضاري كبير جدا لم نلحظه من قبل، فعلينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية والارتقاء بأنفسنا في التعامل مع هذه المشروعات التي تعملها الدولة في أن نبقيها بصورة حضارية، صورة راقية، ليس فقط لأجل الماء الذي سيزرع به أو يشرب منه أو يحلل أو غير ذلك لأجل أن يكون صالحا للشرب، بل أيضا من أجل أن ندفع الفساد وأن ندفع الكوارث عن بيئتنا وعن وطننا العزيز. عظيم. الفتوى والتغيير المناخي، كانت هذه حلقة مهمة جدا مع العلامة الدكتور شوقي علام مفتي مصر، والحقيقة هو أفتانا في كثير من المناحي، خلاصتها أن هذا الكون أمانة وإعماره تكليف، والحفاظ عليه من الفساد والإفساد أمر إلهي.